السلام عليكم. تأتي هذه الندوة في سياق يعني ما يشهده في البلاد في الحركة الاستثمار، وباعتبار العقار هو أداة حقيقية للاستثمار. ففي إطار هذه الفعاليات نظم كل من مركز الشرق قداسة بحاج جرسيف ومركز المغاربي للرشيدية، إضافة إلى مصدر القانون العقار بالناظور، يعني يوم دراسي حول العقار والاستثمار، التنوع وسؤال المجاعة، تأتي للإجابة على مجموعة من الإشكالات التي يعرفها يعني الحركة يعني الاستثمارية الوطنية، باعتبار كما قلنا أن العقار هو أداة حقيقية للتنمية ودراهمية، وفي خضم يعني ما يشهده من إعادة النظر في القوانين المنظمة ومدى نجاعتها في تحقيق الاستثمار الحقيقي ومساهمة في التنمية باعتبارها خطيرة في هذا البلاد. فكما تشهدون أنه كان هناك حضور موازين، هذا يعني باعتبار أن البناء خصوصا أن المدينة متعطشة لهذا الفعل الثقافي. كذلك على أنه كانت هناك يعني المداخلات غنية، الندوة ما يزيد عن 13 مداخلة فيها يعني أساتذة موازنين أتوا بفكر يعني مختلف حول تعدد الأنظمة ومدى كما قلنا هذه الأنظمة مدى نجاعتها في المساهمة في الانقلاع الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي والسياحي. وكما أن مدينة جرسيف تخرج على الإطار باعتبارها هي تقريبا مكان جرسيف يعتبر من أهم الأقاليم الذي يتوفر على الأراضي العرشية التي تعتبر منبع لتحقيق التنمية المحلية من الناحية الفلاحية والاقتصادية. والحركة التي يشهدها خصوصا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله قد أكد أكثر من مرة خاصة في المناظرة الوطنية للعقار في 2015 من ضرورة إعادة النظر في القوانين والأنظمة لي يعني وصول إلى يعني إقلاع اقتصادي، وكما قال في إطارهم تشكيل أو خلق يعني طبقة فلاحية متوسطة تساهم كذلك في هذا يعني في هذا التنمية الاقتصادية. وطبيعة الحال أن بالسيف لم يخرج عن الإطار، فكذلك يعني أن جميع الفاعلين المتدخلين قد يعني عملوا على يعني طرح مجموعة من الأراضي العقارات التابعة للجماعة السلالية، كذلك لتحفيز المستثمرين أو جلبهم اللي هو في مساهمتهم في تحقيق التنمية المحلية والجهوية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الأستاذ مصطفى الطاير، أستاذ باحث في كلية الحقوق بوجدة. هذه الندوة اللي تم تنظيمها بشراكة مع ماستر العقار والتعمير، تم تنظيمها من طرف مركزين، مركز الشرق للدراسة والأبحاث والمركز المغربي للأبحاث والدراسات القانونية. كانت هذه الندوة محورها الأساسي أو موضوعها الأساسي هو العقار والاستثمار بين التنوع وسؤال النجاعة. بطبيعة الحال هذه الندوة عرفت 3 جلسات، الجلسة الافتتاحية الأولى اللي تعرفت كلمات كل من السيد ممثل رئيس الجامعة الترابية لجرسيف، وكذلك منسق مصدر العقار والتعمير، ثم كلمة مركز الشرق للأبحاث والدراسات، ثم كذلك كلمة مركز المغربي للبحوث والدراسات القانونية، ثم تلتها كذلك جلسة أولى علمية تم تناول فيها الكلمة من طرف 7 متدخلين. كانت تمحور هذه المداخلات حول أراضي الجموع، أهمية هذا العقار، ثم كذلك القصور الذي يعرفه المجال التشريعي، ثم كذلك ما يتعلق بمواد تتعلق بالتحفيز الجماعي، ثم ما يتعلق بتوثيق التصرفات العقارية، ثم كذلك ما يتعلق بفضل المنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري. ثم جلسة علمية ثانية تمت كذلك بجانب متعلق بمغاربة العالم ودورهم كذلك في الاستثمار داخل يعني منطقتهم الحالة الأصلية، ثم كذلك تم الحديث أيضا عن المخاض التي عرفته أراضي الجموع أو المسار الشرعي التي عرفته أراضي الجموع، ثم كذلك تم الحديث كذلك عن
العقار ودوره في الاستثمار، وبنظر كذلك لهذا التنوع الذي يعرفه العقار، سواء عقار كان عقارا جماعيا او عقار محفظا او عقار غير محفظ، او ما يتعلق باراضي بالاملاك الدوله الخاصه ودورها في الاستثمار. هذا التنوع كذلك الاستثمار الخاص والاستثمار العام، هذا التنوع الذي يعرفه سواء العقار او الاستثمار، ما هو تاثيره على المواطنين بشكل عام، او حقه تلك النجاعه التي نطمح اليها، خاصه ما يتعلق بانه المنطقه الجهه الشرقيه تعرف انه خاصه على مستوى توجهات الدوله انها تذهب في اتجاه تشجيع الاستثمار بكل مناطق المغرب، وخاصه المنطقه الشرقيه التي تامل الدوله ان تصل فيها نسبه يعني التشغيل الى 50,000 منصب شغل، بحوالي 10,000 منصب شغل سنويا. هناك تحت السؤال، هل يعني ما هي المنطقه من المنطقه الجاسيه في الدرجه الاولى؟ ماذا اعدت هذه المنطقه كي تستفيد من هذه الاستثمارات يمكن ان تساهم في خلق مناصب شغل للساكنه؟ هذه اهم المحاور بعجاله، والسلام عليكم.